المبذول طوال الفترة الماضية. هنتقل مع حضراتكم سريعا بعد لحظات لزميلي أمير هشام، لكن عندنا ثلاث عناوين رئيسية بنبدأ بها هذه الحلقة. مجلس إدارة الأهلي يعتمد لائحة النظام الأساسي بعد ما كل الجهد والاجتماعات والاقتراحات والمناقشات اللي تمت خلال الفترة الماضية، وكنتوا حضراتكم شركاء فيها من خلال متابعتكم لكل ما قدم على شاشة قناة الأهلي. اعتمد مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي بعد مناقشات واجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية. والخطيب تسلم النسخة الرئيسية للائحة الساعة أو هيتسلم المفروض غدا كمان. كان عندنا خبر أولي بيقول أنه بيتسلمها اليوم، لكن الأخبار الدقيقة أو المستجدات بتؤكد أنه إن شاء الله هيتسلم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة النسخة الرئيسية للائحة غدا إن شاء الله، قبل أن تعرض على الأعضاء لمناقشتها وإبداء الرأي بعد كل المقترحات اللي تمت الاستجابة لها من كل أفرع النادي الأهلي سواء في الجزيرة أو شيخ زايد أو مدينة نصر، وبعد المناقشات والحوار المجتمعي الأهلاوي اللي دار حول هذه اللائحة. وأخيرا العميد محمد مرجان عقد اليوم اجتماع مطول للوقوف على كل الاستعدادات الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية اللي هتعقد إن شاء الله يوم 28 من سبتمبر الجاري. هنتقل مع حضراتكم سريعا لزميلي العزيز أمير هشام. مساء الخير يا أمير. يا مساء الفل عليك يا أستاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. هذا البرنامج الهام جدا اللي بيخص كل أعضاء وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، والحديث دايما بيبقى مستمر في بعض الأمور الهامة جدا اللي بتخص كل الأهلوية بشكل عام. فبالتالي إن شاء الله النهاردة عندنا العديد والعديد من الفقرات المميزة والمهمة جدا، لكن بالتحديد عايزين نتكلم عن لائحة النظام الأساسي وهذا الملف المهم جدا جدا بالنسبة لكل أعضاء النادي الأهلي. مطلوب إن شاء الله من أعضاء النادي الأهلي إن هم يتوافدوا على مقر النادي الأهلي في الجزيرة يوم 28 من الشهر الجاري عشان يدلوا بصوتهم على لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي الأهلي بعد مجهود كبير ورائع بذلوا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأيضا أعضاء وجماهير النادي الأهلي من خلال التواصل مع المجلس بخصوص بعض البنود اللي بتخص اللائحة. وفي الحقيقة تعدل عدد كبير جدا من المشروع أو الجزئية اللي كانت طرحت في البداية على أعضاء النادي الأهلي، تعدل حوالي 31 مادة بعد وصول 3500 اقتراح تقريبا من قبل أعضاء وجمهور النادي الأهلي. فبالتالي كان شيء مهم جدا وكانت فكرة أكثر من رائعة من مجلس إدارة النادي الأهلي أن يكون متواجد طبعا تشاور وتحاور ما بين المجلس وما بين جمهور النادي الأهلي بشكل عام، لأن الاقتراحات ما كانتش مقتصرة بس على الأعضاء لكن أيضا كمان كانت مقتصرة على جماهير النادي الأهلي. الأجمل كمان أنه تم فعلا الأخذ ببعض هذه الاقتراحات المناسبة للميثاق الأولمبي والدستور والقانون المصري. فبالتالي كل هذه الأمور مهمة جدا، يبقى الدور على أعضاء النادي الأهلي مهم جدا أن يتوافد عدد كبير إن شاء الله يوم 28، سواء رأيك موافق على اللائحة أو رافض لهذه اللائحة. الأهم أن احنا نكمل النصاب القانوني الخاص بالجمعية العمومية واللي مقدر بحوالي 12500 عضو إن شاء الله يكونوا متواجدين في مقر النادي الأهلي في الجزيرة يوم 28 علشان يقروا اللائحة والدستور الخاص بالنادي الأهلي عشان يبتدي النادي الأهلي يمشي من خلال النظام واللائحة الخاصة بخلاف طبعا لائحة أو اللائحة الاسترشادية بالتحديد اللي هيتم خلاص إغلاقها بشكل كبير في حال اكتمال النصاب القانوني. فبالتالي الدور مهم جدا على أعضاء النادي الأهلي للتوافد والتواجد في مقر النادي الأهلي في الجزيرة عشان ده شيء أكيد مهم جدا لمستقبل النادي الاهلي بشكل عام خلال الفترات الكبيره المقبله. لكن النهارده طبعا الحلقه مهمه جدا، خليني اقول لكم او استعرض معاكم ابرز الفقرات في حلقه النهارده. طبعا بعد قليل هيكون في فقره حواريه هامه جدا مع استاذ محمد الجندي، هستضيف فيها كابتن ربيع ياسين نجم النادي الاهلي السابق، وهتكون فقره مميزه قوي للحديث عن بعض الامور الهامه بالكره المصريه بشكل عام وخصوصا كابتن ربيع ياسين مدير فني لمنتخب الشباب. هتكون فقره حواريه مميزه جدا بعديها ان شاء الله على طول هكون معاكم، وفقره من جوه الاهلي بعض التقارير الخاصه باعضاء النادي الاهلي بشكل عام، وتقارير هتكون مهمه جدا. ايضا هيكون في فقره حواريه اخرى للاستاذ شريف فؤاد مع عضو مجلس اداره النادي الاهلي استاذ طارق قنديل، فقره ايضا هتكون غايه في الاهميه للحديث بشكل مفصل عن لائحه النظام الاساسي واللي خلاص ما بقتش مشروع، بقت خلاص هيبقى في لائحه هيتم طبعها كمان خلال يومين بالكثير عشان توزع على اعضاء النادي الاهلي في مختلف في
الافرع سواء في الجزيره او مدينه نصر او في الشيخ زايد. الفقره الاخيره ان شاء الله هتكون فقره ايضا غايه في الاهميه مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، هستضيف فيها كابتن عبد الستار صبري طبعا نجم منتخب مصر السابق، والحديث عن الكره العالميه بالتحديد، وخصوصا احنا خلاص مقبلين كمان على الشامبيونز ليج ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، فهيكون طبعا الحديث كبير جدا على البطولات العالميه والدوريات الاوروبيه وبطوله الشامبيونز ليج بالتحديد مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين. طبعا زي ما احنا متعودين معاكم هنستمر ان شاء الله لغايه الساعه 10 مساء، لكن خليني اقدم لكم ده طبعا الفقره الحواريه الاولى ان شاء الله اللي هتكون بعد الفصل على طول، استاذ محمد جندي هيستضيف فيها الكابتن ربيع ياسين، استنونا بعد الفصل. كابتن ربيع ياسين نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا، بنرحب بيك مرة ثانية وسعداء بوجودك معنا النهاردة في هذا الحوار وفقرة تاريخ الأهلي. أهلا بحضرتك. البداية كانت إزاي؟ أول يوم بداية معرفتك بالنادي الأهلي وأول مرة دخلت فيها النادي الأهلي كانت إمتى يا كابتن ربيع؟ كان في رمضان سنة 79، وأول ما دخلت لقيت شوبير موجود، هو اللي استقبلني، هو اللي عرفني، هو اللي خدني. وده كانت اول يوم ليا في النادي. كان عمرك كام سنه؟ 19 سنه. يعني جيت النادي لسه 79. بس فكنت انا سافرت المانيا مع المنتخب 19 سنه وسمعت وكده وبتاع، فعملت فتره اعداد مع الفريق الكبير. مستر كوتي ده كان مدرب كبير جدا ما شاء الله، فاول ما شافني قال لهم ده يعمل معايا فتره اعداد ويتمرن معايا وما ينزلش فريق. مستر هيدي كوتي اقتنع بمستواك على طول، انا عايز اللعيب ده معايا. عملت فتره اعداد فعلا ولعبت ماتشات مع الفريق الكبير، لفت الانظار وقال لهم ده في يوم انا هكون باك ليفت مش الاهلي منتخب مصر. يعني جميله كبيره جدا ومدرب كبير جدا، واول من ساندني وتنبا بان انا هكون باك ليفت نادي الاهلي منتخب مصر هو مستر كوتي. خلال قد ايه من وقت دخولك النادي الاهلي وعمرك 19 سنه اخذت الفتره استمرت قد ايه اللي بعدها بقيت الباك ليفت الاساسي بعد منافسه مع نجوم في المركز ده؟ هو كان بيحصل لي طبعا عشان انا اول مره كنت يعني انا جاي من مركز الشباب، خلي بالك مش نادي في الدرجه الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه، مركز شباب، فمستوى تدريبي وتجهيزي بعيد جدا تماما، كل حاجه تماما. وفي نفس الوقت انا يعني النجوم الكبار اللي كنت بتفرج عليهم وبشوفهم لقيت نفسي في وسطهم. ده موضوع مش سهل ابدا، له رهبه طبعا مفيش كلام. انما يعني بص الامور داخل النادي الاهلي سر بطولات النادي هو الحب والاحترام، هو الناس كلها بتحترم بعض. لقيت نفسي يعني الكبير دايما بيحترم الصغير والصغير بيحب الكبير، حاله جميله جدا. دخلت نفسي تمرينه في اتنين في ثلاثه رحبوا بيا سندوني موجود كاني يعني حاله فعلا سعداء بيك رغم انك بتنافس وعلى وشك انك تاخد مكان حد من النجوم دول في المركز ده. بقول لك جاي مركز شمس محمد، يعني في باك بيجي من نادي النادي بيجي كبير معروف، انما واجي نفسي في وسط عمالقه. فما الحمد لله ان بس قعدت موسمين لم تنتقل نجم للنادي الاهلي، ولكن ولدت نجوميه الكابتن ربيع ياسين في النادي الاهلي. دي حقيقه بفضل الله ثم مجهودي ولعبي، فرضت نفسي بفضل الله ثم امكانياتي ساعدني فيها طبعا، ان كان في مدرب كبير بحجم تيكودي، مدرب كبير بحجم كالوتشاي، دول ساعدوني لان شافوا ان انا موهوب، وبعدين ساعدوني بقى في التوجيه الفني. غيروا حاجات كتير في طريقه ادائك في الفتره دي طبعا. يعني ايه الحاجات التوظيف. لو فاكر تكليف او اتنين طبعا مش هنقدر، الوقت مش هيكفي نقول كل حاجه، لكن لو مستر كالوتشاي او مستر ديكوتي قالوا حاجه للاعب ربيع ياسين في الوقت ده بدات تحس انها بتفرق معاك فعلا في الملعب. هو مستر كوتي انه كان قريب جدا مني، حسيت ان انا يعني قريب منه، وكان دايما بياخدني يعني بيحب ياخدني على جنب كده وينصحني سبحان ربنا، يفضل ينصح فيا يوجهني يقول لي انت لعيب كويس، انت مشروع لعيب كويس، انا عاوزك تبقى، انا هو كان بيتكلم عربي، انت عاوز انت المفروض مشروع كبير، انت تبقى كويس، انت اسمع كلام ده مستر كوتي. مستر كالوتشاي كان بيعمل حاجات بقى ايه، بيعرفني ازاي اقف في الملعب، ازاي ابقى عيني على الكوره، ازاي اقطعها، ازاي ما تكون الكوره عند الباك رايت اقف بمين، ازاي اراقب، ازاي ابقى عندي توازن بصراحه، ازاي اعمل تاكل، ازاي البوزيشننج بتاعك تمركزك في الملعب يكون سليم في كل سيناريو، لو الكوره في نص الملعب الامامي حتى لما تزحلق على الارض ان رجل قبل رجل، وازاي خد بالك. فلا فكوتي ده وكالوتشاي اتنين مدربين كبار قدمنا فيهم احلى مواسم واحلى كوره، وخدنا بطولات الدوري وكاس في عدوهم. مين اللاعبين الاسماء او النجوم اللي كانت موجوده في خط دفاع النادي الاهلي وقت ما التحق بيه الكابتن ربيع ياسين وبدا ينافسهم سواء للتواجد بشكل عام او على مركز الباك ليفت؟ هو كان في انا اول ما جيت كان كابتن فتحي مبروك موجود، كان حازم كابتن حازم خالد موجود، كان مدحت رمضان موجود، كان في بدر حامد بس راح الزمالك لانه كان مواليد 60 زيي برده موجود. ف
فدول اللي جيت لقيتهم. فواحده في واحده لحد برضو انا كان موضوع التمرين ده كان بيبقى تقيل قوي عليا لان ما كنتش متعود، فاصابات بدنيا كنت بتتعب في الاول، كان عضلات بطني ما تقدرش تستحمل، فدي فرقت شويه لحد ما بدايتي بماتش نهائي الكاس، لعبت كاس مصر اللي خدناه من المقاولين العرب 81 كبعد سنتين من انتقالك. لعبت طبعا اربع ماتشات اول موسم وتاني واربع احتياطي، وتاني موسم ثلاث ماتشات بس عشان اصاباتي، وبعدين فزت بقى ما شاء الله مواسم 78 و79 اللي فيها الاهلي والكوره والجمال والنجوم وحاجه جميله والفرق. فبعد كده بقى خلاص خدت مكاني ورحت منتخب مصر، حتى بدنيا عضلاتك بدات تتاقلم على اللود بتاع التمرين في الاهلي. لان انا حضرتك انا كنت احب التمرين ودايما بزود عشان انا بحب اجري كتير جدا، وكنت بزود اطمن نفسي بالزيادات عشان ابقى مستعد، وبحافظ على كمان ان انا لو جيت انا لقيت نفسي في مكانه في نادي الاهلي وموجود بلعب. فكنت عامل لنفسي نظام صارم، نوم بميعاد، الاكل بميعاد، التمرين بميعاد، الاجازات بميعاد، ده كله ده. هل ده عوامل، هل دي عوامل ساعدتك كابتن ربيع تستمر في الملعب لفتره طويله؟ مش كلام، في غيري جه وما ما استمرش. لكن انا جيت في وسط نجوم، يعني كل مكان في النادي الاهلي خمسه سته، وبعدين النادي الاهلي وزع على مصر كلها، افتكر بقى ودى المصري ودى الزمالك ودى الاسماعيلي الاهلي. فانا استثمرت كل ده بذكاء الحمد لله قبل كده، ربنا وفقني سبحانه وتعالى وهداني للصح، هداني ان انا لا احافظ على نفسي، هداني اتمرن، هداني لا انام، هداني ما اخرجش، هداني قفلت على نفسي قفله. انا كان دايما معاه عشت الكره القدم. لا طبعا وربنا اداني فعلا. طيب المنافسه اغنى فتره فنيا في حياه كابتن ربيع ياسين، الفتره اللي حسيت انك في قمه تالقك فيها مع زملائك ومع فريقك. 82 بدايه 82 بقى خلاص كان جه كابتن جوهري وبدا يطور شكلي الهجومي. ازاي انا كنت دايما على طول من على الخط والكروس على خط، لكن لا بدات افكر في راس حربه تاني. لو تلاحظ اهدافي كلها وشوف انتشاري وشوف التمركز وشوف شغلي الهجومي في الثلث الامامي، بدات اروح في حتت معينه كان الكابتن جوهري بيعلمها لي عشان اسجل الاهداف. ولو تلاحظ كل اهدافي من قدام. فبالتصويب بالشمال جبت، وباليمين جبت، وبالدماغ جبت، حتى بالفخذ ده جبت. لا اقصده ان انا بقيت اميل للشق الهجومي واعتمد على التطور مني انا، مش كفايه اصنع لا واسجل. كابتن ربيع متهيألي اللي بيسمعك دلوقتي هيقول ايه ده، معقول الكابتن الجوهري هو اللي طور اداء كابتن ربيع هجوميا، مع ان اسم محمود الجوهري الراحل الكبير طبعا ارتبط في اذهان الناس بانه مدرب من اصحاب المدرسه الدفاعيه الممتازه والقويه جدا. الكلام ده ممكن يكون مفاجئ للناس بتسمعنا. لا الكابتن جوهري مدرب عالمي وعبقري، دي حقيقه، وكان بيستثمر كل لاعب بموهبته ومهارته، واخد حتتك وبيقدر يوظفها صح ويجهزه صح عشان يستفيد منه. حضرتك اول ما جه كابتن جوهري انا عملت بطوله افريقيا 82 من اقوى البطولات اللي عملتها في حياتي دفاعيا وهجوميا بحياتك، وقيس على كده بقى بعد كده، ولكن خدت منه حاجات كثيره جدا نفعتني هجوميا. يعني المدرب لما يجي يكون قاري وشايف ومطلع وشاطر جدا وذكي وبيطور الاداء في الثلث الامامي، حضرتك يا استاذ محمد اللعيب الشاطر ان هو الثلث الامامي اللي هو ثلث المنافس اللي بيروح يفنش فيه الكوره، هو ده التلك المهم، التلت المهم جدا. لانك بتوصل خلاص النادي الاهلي فيه ميزه رائعه مش موجوده في انه بيتحول من دفاع لهجوم باقل عدد من اللمسات، وبروح ينهي الهجمه بهدف. يعني يوصل 20 مره يسجل منهم، انما خد بالك احسن نادي في مصر بيفنش الهجمه، بيوصل وبيسجل. فمن هنا الكابتن لما طور مستر كوتي، لما كالوتشيه مستر كالوتشيه، كابتن جوهري، كلهم طوروا ادائي، وانا الموهبه بتساعد. يعني موهبه كابتن ربيع تبلورت واللي طبعًا حوله لظهير متكامل وهداف هو كابتن محمود الجوهري. لان يعني مستر كوتي ما استمرش طويل، انا حلحته في موسم ومستر كالوتشيه في موسمين، والكابتن جوهري بقى على طول 82 و83 وكان بقى النضج بتاعي والخبرات بدات تزيد، وتعودت على التمرين وتعودت على الحياه، وبدات بقى انت عارف 22 سنه 23 سنه 24 سنه في عز، انا كنت حتى بزود، بص بقى من قدر يعني احب التمرين جدا، كنت بزود مع الكابتن حازم كرم مع حراس المرمى عشان يبقى جاهز، بحط كنت دايما بتاخد جرعات تانية لياقه، جرعات لياقه اكتر مع مدرب حراس، بزود معاه شوف بقى وازود معاه وعليه عشان عاوز اوصل للكمال. ممكن تعمل تمارين حراس مرمى كمان طبعا عشان اوصل قوه التحمل، بفضل الله كانت عندي، لان الباك ليفت بيجري عدد كبير جدا من الكروات، لان الكره الحديثه النهارده بتعتمد على باكين، فالطبيعي جدا اكون جاهز. فطبعا شوف بقى لازم تهاجم ولازم تدافع، وطبعا يعني الباكين الكويسين لازم يبقى ليهم شغل خاص في 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 في, في تكتيك خاص في حاجات. دي نقطة مهمة جدا يا كابتن ربيع، ايه رأيك في اللاعب اللي بيلعب على الخط كله المتكامل اللي بنشوفه
باك ليفت او باك رايت عنده قدرات دفاعيه عاليه جدا وبيكمل في الهجوم وبياخد بيبقى مسؤوليه الخط ده كله قادر يتحملها لوحده وبيبقى هداف كمان. وفي مدرسه تانية ظهرت في فترات بنلاقي لاعب بيلعب على الاطراف باك رايت او باك ليفت هو مميز الدفاع بس فيبداوا يحطوا له واحد من الهاف ديفندرز قدامه او يبقى قدامه اللي طلع بعد كده لاعب الوسط في الشمال او اليمين اللي هو الوينج رايت او الوينج ليفت. مين افضل من وجهه نظرك وليه؟ وهل اللاعب ده لسه موجود بكثره في الدوري المصري اللي هو يقدر يشيل مسؤوليه الخط كله ولا لا؟ لا مش موجود بكثره زي الثمانينات والتسعينات، وحياتي كان في لعيبه مميزه. الباكين دول مهمين جدا لان المدرب اي مدير فني بيعتمد على عدد من اللعيبه في الثلث الامامي بينفنش بيهم. عنده مثلا 7 لعيبه، عنده 6 لعيبه، زي ما بنشوف الكره العالميه نشوف الريال وبرشلونه في لعيبه معينه في الثلث الامامي هي اللي بتروح تفنش وتجيب الجول، منهم الباكين. الباكين النهارده في الكره الحديثه المدير الفني بيعتمد عليهم اعتماد كبير جدا. في المدافع ده هو اساسا وظيفته انه يدافع. الحته الثانيه من الحلول اللي موجود بيها المدرب عشان يكسب الباك رايت والباك ليفت. احنا حضرتك في الثمانينات شوف باكات النادي الاهلي الرايت والليفت هتلاقيهم كلهم كانوا بيسجلوا حتى في الثواب تروح في كورنر. مش بس بيكتفي بالدور الدفاعي لا او الكورسات بالعرض بس، مش ده دور مش وظيفه. يعني انا مثلا كنت يعني دايما ليه النادي الاهلي متفوق مهم جدا الباكين في شغل الكره. الكره الحديثه النهارده بتعتمد على عدد كبير جدا من اللعيبه اصحاب المهاره الخاصه اللي اقدر افنش بيهم عشان يبقوا حلول. انا ممكن حضرتك كنت بطلع في وقت احل حل من حلول واكسب الباك. في اوقات كنا بنلاقيك بتنطلق من ناحيه الشمال ومكمل على انك هتعمل الكروس او الكره العرضيه وفجاه تلاقي فرصه تقطع وتقرب من 18 وتشوط الكره تكمل الهجمه لوحدك. جبت اجوان كتير بالطريقه، جبت غزه زمان من التصويب وجبت حاجات كتير جدا من خد بالك. جبت يعني اللي اقصده كنت بتشوف ابراهيم حسن بيطلع في وقت بيقوم بمهمه برضو الخط ده كله دفاعيا هجوميا بشكل رائع. حل من الحلول في اوقات فيها زحمه دفاعيه في 18 وحل من الحلول باليمين والشمال. ما بتفضلش اللاعب التقليدي اللي هو بس بيأدي دوره الدفاعي ويسلم الكوره. النهارده معلش مع احترامي انت في احتراف وفي مبالغ كبيره جدا، لا انا اجيب عشان يكسبني. ما ينفعش النهارده باك يروح يرفع ويرجع. عايز باك لو تحول او وصل للثلث الاخير الهجومي في الملعب يتحول لراس حربه في وقت من الاوقات. دلوقتي حضرتك الكره الحديثه انت بتدور على اللاعب الذكي. اللاعب الشجاع. اللاعب المهاري، اللاعب اللي يشوف، اللاعب النهارده اللي يوصلك زي ما انت عايز، بيبقى حل من الحلول اللي ممكن في اي وقت يجيب لك جول. هو ده الباك العصري الحديث. مين افضل باك ليفت في تاريخ الكوره المصريه لو خرجنا الكابتن ربيع ياسين المعادله عشان يقدر هو يقيم ويختار مين افضل لاعب في المكان ده سواء من الاهلي من اي جيل او من خارج النادي الاهلي؟ هو طبعا في الاهلي مفيش كلام الكابتن هاني مصطفى الله يشفيه ويعافيه، كان محمد عبد الوهاب ربنا يرحمه برحمته الواسعه، سيد معوض عشان ما انساش محدش يزعل يعني، محمد عماره، محمد عماره طبعا، محمد يوسف، محمد سعد، محمد يوسف صراحه، محمد عماره حياتك، جيلبرتو. ايه رايك في جيلبرتو؟ الناس بتشوف انه من انجح الصفقات رغم انه ما كانش متوقع ان النجوميه دي كلها يحققها لانه مش جاي في مركز قريب من المرمى، لكن فاجئ الناس انه بقى من النجوم المحببه لجمهور الاهلي وكان اداؤه ممتع كان. كان لعيب هادي جدا وثقته في نفسه كبيره جدا، وبعدين جه في عصر وقت كان كل اهلي نجوم، فالمساعده هنا برضه بقت سهله قوي مع مدرب عبقري. كان في الزمالك طبعا احمد رمزي دي حقيقه يعني كان بكات كويسه المحترمه اللي بحترمها، وفي نفس الوقت كنا احنا ماشيين في المنتخب مع بعض لدرجه الكابتن جوهري استفاد من احنا الاثنين. فهو كان يميل للعيب الجوكر الكابتن جوهري الله يرحمه. وبتقدروا كنت حضرتك والكابتن احمد رمزي بتقدروا تقوموا بالدور. وظفنا في كاس العالم انا مساك وهو باك ليفت واستجبت ولعبت، المهم مصلحه الفريق واستفاد الكابتن رجع هو بيميل دايما للعيب اللي لعب في اكتر من مكان فوظفنا قلت له اوكي مفيش مشكله. وكان يميل اعتقد كمان الكابتن جوهري مش عايز يخسر لا خبره كابتن رمزي ولا كابتن ربيع لانهم عندهم خبرات احتكاك ماتشات مهمه مزبوط. كتير مزبوط. سواء محلي مزبوط. او دولي مظبوط مظبوط. طيب في مشكله قابلت نجوم كتير في الاهلي اصغر سنا من كابتن ربيع وصلوا للفيرست تيم او تصعدوا للفريق الاول وما قدروش ياخدوا المكان ده من كابتن ربيع. فاكر المرحله دي والمنافسه ما كان لاعب بيطلع ويشوفوا له مكان تاني عشان يستفيدوا بيه ولكن كان مركز الباك ليفت محجوز للكابتن ربيع ياسين. انا حضرتك كله بفضل الله سبحانه. ثم يعني انا لما انتقلت النادي الاهلي ولقيت نفسي في وسط النجوم وهي فرصه هتجيلي تاني. البلد موجود واهلي موجودين واصحابي موجودين وبيتي موجود، انما الفرصه دي مش موجوده. فكنت ما كنتش اخد اجازات، اجازاتي يوم او اطمن على اهلي وارجع اصلي الفجر واجي وفي نفس الوقت اجلس استراحه انام بدري عشان التمرين وفي نفس الوقت اتمرن بجديه ونوم زي ما يعني فرصه جات لي فرصه العمر بس من فضل الله عليا الموهبه ربنا اللي اداها لي حافظت عليها طورتها سمعت كلام مدربي
اشتغلت كويس جدا وربنا كرمني كرم كبير جدا ان انا في النادي الاهلي ومنتخب مصر. وحتى يعني انا فتره جوازي انا اتجوزت ما كانش عندي وقت اتجوز حتى خميس كنت السبت في المنتخب عندنا تونس في تونس. لا اقصده ان حضرتك اذا كنت انا فرضت نفسي في هذا المكان فده بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم طبعا زملائي اللاعبين، الاداره الجيده، الكيان الكبير اللي بنتمي، لما انتمي لكيان كبير بحجم النادي الاهلي اعتقد ان دي نعمه تبقى كبيره من الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله انا كنت عند حسن الظن وحافظت على ان انا موجود في هذا المكان والكيان الكبير اللي بتشرف ان انا انتميت ليه. زملائي الكباتن الكبار، كباتن كبار بحجم الكباتن الكبار. مين يا كابتن ربيع اللي فاكر لحظات من مباريات كنت مستمتع بدويتوهات حصلت معاهم في الملعب وان المجموعه دي كانت مساعدك على التالق؟ طبعا يعني مثلا كنت بلعب كابتن مصطفى يونس، بص بقى حراسه المرمى ثابت البطل كرامي، كابتن مصطفى يونس، كهماير همام، كابتن صفوت عبد الحليم، كابتن طاهر الشيخ، كابتن الخطيب اللي كان حضرتك يا استاذ محمد انت كان نفسي تيجي بقى ناس تشوف ملعب النادي الاهلي في التدريب بيتملي في التدريب عشان يشوفوا الكابتن الخطيب. جمهور مبهور باللي بيحصل في التدريب. فلما الاقي حضرتك انا موجود في وسط كابتن صفوت والكابتن الخطيب والكابتن طاهر والكابتن محسن والكابتن مختار والكابتن طاهر لازم ابقى على مستوى الكلام ده في الاداء. لا ابداع ابداع وتمرين، اقسم بالله الناس كانت بتيجي عشان تتسقف وتتبسط. فالاقصد ان كباتن كبار بحجم الكباتن دي كلها اعتقد ان لازم المدرجات تتملي عشان هيشوفوا فين الكلام ده تاني غير في الناس. وطول عمر الكيان المواهب دي نضرت شويه يا كابتن. نضرت انما النادي الاهلي عنده ميزه بفضل الله ان اجيال بتسلم اجيال. من وجهه نظري انا كل الاجيال في النادي الاهلي حققت وكل الاجيال حاولت وكل الاجيال قدمت كوره، مش جيل بس لا، بس هي بتبقى فيه حظوظ يا استاذ محمد ان في جيل عن جيل، في جيل فيه 12 لعيب موهوب وفي جيل فيه 20 لعيب موهوب وفي جيل فيه 7. الاجيال دي طبعا والمواهب بتاعت ربنا، لكن مفيش حد بيأثر، كل الناس بتتشرف، كل الناس بتحاول تبذل اقصى ما تملك عشان تسعد الجمهور وتسعد الاداره وتسعد اللعيبه. لان انا من وجهه نظري اللعيب اللي بيلبس عينه الحمراء بيحس بقيمه الكيان، بيبقى عاوز يبسط الناس. أجيال محترمة كلها وكله بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب خلينا نشوف بعض اللاعبين، تقرير عن واحد من النجوم اللي لعبوا في المركز ده ونشوف تعليقك على اللقطات اللي هنشوفها كابتن ربيع. جيلبرتو طبعا من اللاعبين اللي تألقوا في المكان ده وحقق الكثير من النجاحات والبطولات، وزي ما قال كابتن ربيع ياسين ظروف مشابهة لفترة الكابتن ربيع في الملعب انه كان وسط كوكبة من النجوم وأفضل عناصر على مستوى مصر والعالم العربي والقارة الأفريقية. خلونا نكمل كلامنا مع الكابتن ربيع ياسين ونستكمل الحوار بعد التقرير التالي. عبر تاريخه الطويل مر على النادي الأهلي المئات من اللاعبين مصريين وغير مصريين حلموا بصناعة مجد كبير، لكن القليل منهم من دخل قلوب جماهير النادي الأهلي. فيليسبريتو سيبستياو دي غارسيا أمارال وشهرته جيلبرتو هو من مواليد 21 من سبتمبر عام 1982، أحد القلائل الذين عشقتهم جماهير النادي الأهلي التي لا تنسى أبدا من يعطي ويخلص للفانلة الحمراء. بدأ جيلبرتو مشواره الكروي ناشئا في نادي بيترو أتلتيكو الأنغولي، لفت أنظار الثعلب البرتغالي مانويل جوزيه عندما لعب الفريق الأنغولي مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا عام 2001 فقرر ضمه للأهلي. كان جيلبرتو مثالا للاعب الملتزم المطيع لمدربيه. ساعد هذا الأمر مانويل جوزيه في تغيير مركزه من لاعب وسط لظهير أيسر، هو المركز الذي دخل من خلاله قلوب جماهير الأهلي عندما صنع مع مواطنه فلافيو ثنائية أثمرت أهدافا عدة تسببت في انتصارات كبيرة. حقق جيلبرتو مع الأهلي 21 بطولة، منها 6 بطولات للدوري العام و3 بطولات لكأس مصر و5 بطولات للسوبر المحلي و3 بطولات لدوري أبطال إفريقيا و4 بطولات للسوبر الإفريقي، كما كان أساسيا لفترة طويلة مع منتخب أنغولا. جاء صيف 2010 وانتهت رحلة جيلبرتو مع النادي الأهلي، فانتقل لليرس البلجيكي
ثم لليماسول القبرصي قبل أن يختم مشواره الكروي في أنغولا مع ناديه الأول بيترو أتليتيكو، ثم اعتزل في نادي بنفيكا الأنغولي. لم ينسى أبداً النادي الذي اكتملت فيه أحلامه وصنع اسمه ومجده. كثيراً ما يغتنم أي فرصة لزيارة النادي الأهلي، يصافح زملائه ومدربيه، يدخل ملعب التتش ليتذكر كل جزء سارت عليه قدماه وله فيه ذكرى. ولأنه عشق الأهلي لم يكن غريباً أن يظهر في ملعب مباراة فريق أول أغسطس الأنغولي ومازيمبي الكونغولي وهو يشاهد المباراة مرتدياً فانلة النادي الأهلي لتبادله جماهير الأهلي حباً بحب ولتطلق عليه لقباً يستحقه ابن النادي. نعم، جيلبرتو ابن النادي ورمز الوفاء. كابتن ربيع، امبارح حضر نجم النادي الأهلي السابق الأنغولي، كان في هذا اللقاء جيلبرتو حاضر لقاء مازيمبي مع أول أغسطس الأنغولي لمؤازرة الفريق اللي بيشجعه طبعا واللي بيمثل بلده في البطولة الأفريقية، وهو مرتدي التيشيرت الخاص بالنادي الأهلي. إيه اللي يخلي لاعب محترف مش مصري عاش فترة في مصر ولعب كرة قدم في الدوري المصري واحترف في النادي الأهلي لحد النهاردة عنده هذا الحب لهذا الكيان وعنده الانتماء اللي منعكس حتى على أنه حريص أنه يلبس تيشيرت الأهلي وهو بيتابع ماتش الفريقين غير الأهلي؟ طبعا هو عارف أنه بيمثل كيان كبير جدا، الحمد لله يملك شهرة عالمية بفضل الله، زملاء طبعا ونادي، وشاف أيامه وكل احترام والتقدير، كان جمهور الأهلي بيعزه جدا ويحترمه، هو لعيب على أعلى مستوى، شاف كل الخير والتقدير والاحترام من الجهاز الفني ومن الإدارة قبل أي شيء طبعا، وفرت له كل ما لو عاوز، عمل أحلى وأحسن وأفضل أيامه في النادي الأهلي، وكان أساسي جدا في منتخب أنغولا، ويكفي حب الجماهير ليه ويكفي احترام الإدارة له طبعا، مفيش كلام، ومثل كان كبير جدا، عارف قيمة الكيان، وكان في وسط زملائه ومسعيد جدا، وأعتقد أنه مر بأيام غير عادية ما شاء الله في النادي الأهلي، فعشان كده هو أصيل فبيرد ده بده، واكيد ان هو انه يلبس تيشيرت النادي الاهلي في المواقف ده وفي الماتش ده بالذات يعبر انه لسه فاكر وعنده ذكريات مرتبطه بانتمائه للنادي الاهلي جدا واصيل جدا، وبيرد طبعا اللي شافه من اداره النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي والجهاز الفني في النادي الاهلي. طيب، هختتم الحديث عن مشوارك كلاعب للانتقال لقضايا ثانيه، مسيره الاهلي في الدوري وفي البطوله الافريقيه، ومشوارك باذن الله موفق مع مهمتك الجديدة كمدير فني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001. خلينا نختتم الحوار عن اللاعب ربيع ياسين بسؤالين. كابتن ربيع، مشوار الاحتراف، جالك عروض، تألقت في البطولة الأفريقية وكمان لفتت أنظار الكثيرين من مشاركتك مع منتخب مصر دوليا، ولكن رفضت الانتقال لأي نادي أوروبي. ليه؟ لأن كان عندك ناس كانت شايفة أنك مؤهل لده فنيا وبدنيا بشكل كبير أوي. وفعلا في أوروبا جالي عرض فعلا، بس ما كانش فيه خروج، ما حدش كان بيخرج من الأندية دي حقيقة. هي ممكن أنا خرجت حضرتك بعد قبل كأس العالم في الخليج، بناء على طلب رئيس نادي جالي قال لهم أنا عاوز ربيع ياسين. يعني الطبيعي جدا اللي بيدور على لعيب محترف بيدور على راس حربة، على لعيب وسط، واحترفت فعلا، بس نهايه احترافي لان وصلنا لكاس العالم وكان لازم انا احترافي، انا كنت احترفت في الخليج فعلا اللي ما حدش يعرفه، ونهايه احترافي عشان كنت انا احترفت قبل وصولنا لكاس العالم. بعد ما وصلت كاس العالم كابتن جوهر الله يرحمه قال لي لا، انهي احترافك عشان عاوزك من اول يوم فتره اعداد. فعلا انا نهايه احترافي واستغنيت عن حاجات كتيره جدا ورجعت ناديه. يعني كان في ظروف ماليه طبعا في دول الخليج افضل او عروض ماليه طبعا، مفيش كلام. لكن تجربه الاحتراف الاوروبي، قالوا في الوقت ده، مش عارف الكلام ده صح ولا غلط، حضرتك تقول لنا الحقيقه، ان تركيبه الكابتن ربيع اللي هي محافظه قوي على العادات والتقاليد والبعد الديني وكل سماتك الشخصيه صعبت عليك مهمه التواجد في اوروبا، قلت انا مش هنسجم قوي مع المجتمع الاوروبي او في الحياه هناك، هل ده حقيقي وما كنتش حاسس بارتياح لوجودك في بشكل دائم؟ لا، هو حضرتك بس يا الظروف، انا اعتقد ان الانسان الملتزم بيفرض التزامه في اي مكان يا استاذ محمد، والناس في اوروبا بتحترم حاجات كثيره جدا. ما انا سافرت كثير جدا ورحت بلاد أفريقية وأوروبا، وأنا كنت بلعب في رمضان وأنا صايم النهار أو بالليل، مفيش مشاكل خالص عندي. يعني ده كان اجتهاد من الناس مش دقيق، مفيش. لكن طبعًا. إيه السبب إنك ما انتقلتش لتجربة احتراف أوروبية رغم إنك تلقيت عروض؟ هو دي حقيقة، وفي دوري إنجليزي، بس في نادي إنجليزي، بس طبعًا إن أنا أتكلم بعد الفترة دي كلها، ما بحبش أتكلم أنا لا كلام، بس طبعًا هو كان الأمر صعب لأن ما كانش فيه خروج، كان كابتن صالح سليم الماستر اللي أنا طبعًا
بحبه وقدره وكل تقدير لي الله يرحمه. فكان الخروج صعب جدا. كان النادي الاهلي متمسك بشده بنجومه جدا في الوقت ده. ما جاء ياما جامل الكابتن خطيب كل النجوم دول جالهم، بس كان الوقت صعب والاحتراف بقى بمبالغ فيه جدا. وفي نفس الوقت ما كانش فيه الاحتراف في سنه 90 بدا بقى الاحتراف وبدا الدنيا. الدنيا سبحان برضه في الثمانينات والسبعينات كانت غير دلوقتي خالص. احنا ما كانش فيه الانفتاح ده على العالم ومتابعه كل انديه العالم خالص خالص. ده لو كان فيه ما شاء الله كانت كل الناس خرجت. كان عندنا مواهب يمكن اكبر من المواهب الموجوده دلوقتي، وكان هيبقى لها فرص. ومش الاهلي بس، الاهلي والزمالك ده كانت الانديه اللي تحت في القاعة كانت تملك نجوم على اعلى مستوى. اكيد كانوا هيبقوا في اشهر انديه العالم لو كان الاحتراف مفتوح في الوقت. والحمد لله كل شيء نصيب، وربنا قدر ان الواحد في حياته النادي الاهلي وفنش في النادي الاهلي، وده شرف كبير ليا. طيب لحظه لها. الاعتزال كان الكابتن ربيع ياسين هل كان مقتنع بانه التوقيت مناسب ولا لا؟ لانه كم الاسماء اللي مصاحب لاعتزالها وعدم استكمالها المشوار كلاعب في النادي الاهلي جدل كبير جدا. لا ما كنتش مقتنع طبعا. لان لا بص حضرتك، اولا انا اساسي لحد اخر لحظه، وكنت في منتخب مصر وانا كابتن جوهري واخدني بطوله السنغال 92 الامم اللي وانا دراعي مكسور كان اتكسر، كنت انا باللاعب المصري بورسعيد ودخل فيا محمود ابو الدهب كسر لي دراعي. انا كملت المباراه وانا دراعي مكسور، ماتش الاهلي والمصري اتغلبنا 1-0. فخد حياتك شوف قوه التحمل، ما كنتش قادر، لكن كنا غيرنا التغييرين وقالوا لي اخرج. قلت لهم لا ما نخرجش. لا اقصد انا كنت اساسي ومحافظ على نفسي. اولا ما كانش حد يسبقني، انا السرعه دي مولود بيها، السرعه دي اصلا موهبه ضحيتك، ومحافظ على نفسي تماما. انا كنت شايف لما قعدت مع الكابتن صالح الله يرحمه ان انا عندي وقادر، لكن احترمت ان الكابتن قال لي الكيان لازم. قلت له خلاص رؤيه النادي في خلاص الوقت ده كده خلاص. وجالي عروض كتير جدا، وكان القرار بالنسبه لمجموعه اسماء كبيره جدا، وده اثار جدل كبير قوي في شارع الكره ويعني في مصر. لكن ما كنتش مقتنع، لكن احترمت المايسترو، احترمت رئيس النادي، هو بيدور على مصلحه. يعني رغم عدم قناعتك بان ده حقيقة هو المناسب لك في التوقيت ده، وشايف انك فنيا يعني وبدنيا قادر، لكن حضرتك اقتنعت عشان طبعاً حبا في النادي، حبا واحتراما لمبادئ وقيم النادي. احنا حضرتك دايما قراراته متعودين ان احنا نفضل دايما مصلحه نادينا، نادينا في المقدمه، بربيع مش بربيع، موجود مش موجود، المهم الكيان يمشي وبيمشي. فكانت وجهه النظر دي وانا وصلتها. كان في حوار رائع مع الكابتن الرئيس صالح. طبعا احترام الكابتن صالح خلي حياتك، انا كنت بروح للمكتب مكتبه اقعد معاه، وكنت استشيره في حاجات فنيه، وكان دايما يقول لي تعال عاوزك عشان ويقدرك كنجم وجهه نظرك الفنيه. وكان حضرتك في الثمانينات يا استاذ محمد احنا الصبح لازم نروح نقعد عشان نقعد مع الكابتن صالح وينصحنا. والله في الجنينه كان يقعد الكابتن صالح حسين، الكابتن حسن حمدي، مستر كوتي، نقعد. كان بقى ايه انك تصلي وتقعد وتفطر وتشرب حاجه ساعه وتشرب شاي وبعدين تروح. كنا بنقعد ننتظر وجود الكابتن صالح عشان ينصحنا. تسمعه من خبراته ومشواره. كله قريب في الجنينه. يعني من جواك ده يعني اعتراف، كنت زعلان من جواك طبعًا، لكن قانع بان ده الافضل طالما رأت هذا الامر، مجلس اداره راى هذا الامر. كنت قادر وجالي عروض واتصل بيا كابتن الكرامي من السعوديه، لكن قلت لا مش هاخد مكان غير الله. خلاص فنش في النادي الاهلي الحمد لله. طيب خلينا نختتم الحديث ببعض الاسئله السريعه جدا في عده اتجاهات. رايك في مشوار الاهلي هذا الموسم ومستوى المنافسه في الدوري العام هذا الموسم؟ الطبيعي جدا في اداره فنيه جديده، لكن انا من وجهه نظر النادي الاهلي بخير، بيكسب كويس، الموضوع فكر جديد مع انسجام مع تفاهم مع وجود برضو اصابات وخروج بعض اللعيبه وقدوم بعض اللعيبه، لكن النادي الاهلي مفيش خوف عليه ابدا، ماشي وهيمشي. النادي الاهلي ماشي بيمشي في اربع بطولات، الضغوط كتيره جدا، لكن هو الاداء لسه مش منضبط. لكن انا مش خايف على النادي الاهلي، النادي الاهلي بامر الله تعالى هيمشي في الدوري وهيمشي في الكاس وهيمشي في افريقيا وهيحقق احسن النتائج باذن الله تعالى مع مدرب قدير. انا من وجهه نظري مدرب قدير ومدرب كبير مع لعيبه مع اداره في قدرات فابريس كارتيرون المدير الفني، وشايف انه ماشي فنيا كويس مع الفريق. دي حقيقه مع طبعا اداره الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب. مفيش خوف، يعني التوفيق ده من الله سبحانه وتعالى، لكن مفيش خوف على فريق النادي الاهلي في وجود كابتن مصر وافريقيا واداره على اعلى مستوى وناس دايما عاوزه تعمل احسن حاجه لجمهور الاهلي واعضاء النادي الاهلي. واثق في ان هذا الاداء او التفوق الاهلاوي سيستمر، وانه هيفضل حتى لو كان بشكل مختلف عن الموسم اللي فات اللي كان تقريبا حسم البطوله من نصها، يعني مع بدايه الدور الاول مع بدايه الدور الثاني. لكن الناس بتقول اوراق كتيره بتقول المنافسه اصعب، امكانيات الانديه الفنيه والبدنيه ارتفعت وفي حسابات جديده وفي اسماء جديده دخلت على المنافسه في الدوري، فهل تعتقد المنافسه اصعب الموسم ده ولا اصعب؟ طبعا بدايه الموسم صعبه والموسم ده صعب لان في فوارق كبيره جدا. حضرتك قلت استاذ محمد ان في انديه جددت وفي انديه وفي حاجات كتيره جدا، الامور اختلفت زاد. كان عندك برضو بعض من اللعيبه اللي موجوده ومستقره والشغل المدرب عليها والحاجات دي كلها دي فرقت. فالامور مع الوقت، انا مع الوقت يعني ان شاء الرحمن مفيش خوف على
مكسب النادي الاهلي. النادي الاهلي بمن حضره في نفس الوقت هيقدم احسن او ما يملك، انما الوقت بس، الوقت في الشغل الفكري الجديد. انا من وجهه نظري مدرب كبير جدا والامور ماشيه بفضل الله تعالى، ومفيش خوف على النادي الاهلي، والنادي الاهلي مستواه من ماتش لماتش هيبقى افضل واحسن باذن الله تعالى. الفوارق كبيره جدا زي ما حضرتك قلت، في انديه اشترت نجوم. طب هل لو حضرتك اديت رؤيه فنيه او استشاره فنيه طلبها مجلس الاداره او طلبتها لجنه الكوره بما لك من خبرات، هل شايف المجموعه الحاليه كافيه لتحقيق طموحات مجلس الاداره واعضاء النادي وجماهيره محليا ودوليا، ولا تتمنى وجود اضافات في الفتره الجايه؟ اضافات انا ما عنديش مشاكل في اي مركز، كل مركز له 2 و3 في النادي الاهلي. الاضافات موجوده في البلاي ميكر اللي موجود. النادي الاهلي محتاج لعيب حجمه كبير جدا في شغل في سير مباراة فني، يقدر بامر الله تعالى يتحكم في ريتم المباراه، يتحكم في ايقاع المباراه، مفيش كلام. هو ده من وجهه نظري، واعتقد ان الاداره بتسعى ان في الانتقالات الشتويه يبقى موجود ان شاء الله تعالى. النادي الاهلي محتاج لعيب نجم كبير في هذا المركز عشان يقدر بامر الله تعالى الشغل الفني يكتمل، لان حياتك انت بتحتاج لعيبه معينه في وقت معينه في سير مباراه معينه، في اول نص ساعه، في نص ساعه الثانيه، في نص ساعه الثالثه، كلها ايقاعات سريعه، والنادي الاهلي عنده ريتم وعنده سرعات ومطلوب منه فنيات عشان يمشي في كل الاتجاهات. تتمنى التعاقد مع صانع العاب او بلاي ميكر مهم ومؤثر في فتره الانتقالات الشتويه؟ ده مظبوط. هل في مراكز ثانيه تتمنى اضافه لاعبين على العناصر المتميزه اللي موجوده فيها ولا لا؟ لا، انا من وجهه نظري ان النادي الاهلي مكتمل تماما من اول حارس المرمى الخط داره. كله بالي برضو في المساك، لان كنا محتاجين مساك مع سعد ومع رامي ومع نجيب. وسط الملعب الديفندر موجود اكتر من لعيب، الوسط الهجومي الراس حربة الصريح عندنا 3 ما شاء الله، منهم 2 منتخب مصر، اكتر من كده فالامور مكتمل، الناس ما تقلقش. لكن انا واثق 100% ان النادي الاهلي بامر الله تعالى ان شاء الله وتوفيقه هيحصد كل البطولات هذا الموسم باذن الله. على مستوى بطوله افريقيا متفائل، الفريق مستقر وماشي في البطوله الحمد لله بشكل كويس، وحسن اوضاعه كثيرا مقارنه بموقفه اللي كان صعب قوي في بدايه دوري المجموعات. مزبوط. متفائل باننا ناخد اللقب ونعود لكاس العالم. احنا قريبين جدا من الرقم. النادي الاهلي فريق كبير، عنده لعيبه كبيره جدا، لعيبه محترمه، لعيبه شجاعه، لعيبه عندها انتماء واخلاص، لعيبه عندها حب، لعيبه عارفه انها بتمثل كيان كبير على مستوى الكل. اللي طمنك يا استاذ محمد ان الكل ماشي في اتجاه واحد، المنظومه الاداره مع الجمهور مع الجهاز الفني مع اللعيبه في ترابط غير عادي عشان الكيان. هو ده اللي يطمن باذن الله تعالى، باذن الله وتوفيقه الامور هتمشي. انا من وجهه نظري النادي الاهلي مرشح بقوه رقم 1 في افريقيا. الماتش اللي جاي ده ان شاء الله هيكسبه على خير، واكيد اللي بعده هيبقى افضل واحسن، والناس ما تقلقش. وانا من وجهه نظري ان الاهلي هيوصل النهائي عن جداره باذن الله تعالى. منتخب مصر الاول بعد التعثر والهزيمه بهدف امام منتخب تونس في تصفيات الامم الافريقيه، عدنا لفوز كبير جدا، 6 أهداف نظيفه، 6-0 في فوز واستعراض كمان، واداء مقنع هجوميا وفنيا ومهاريا امام جمهورنا وعلى ارضنا امام منتخب النيجر. شايف المنتخب ازاي؟ الشكل الجديد اللي ظهر عليه وسماته الفنيه تحت قياده الجهاز الفني الجديد بقياده خافير أجيري. هو حضرتك مش الستة، هو الشكل اللي حوالين الستة، إن بداية وجوه جديدة، الدائرة واسعة جدا، إن فكر جديد، إن طريقة جديدة جدا، توظيف جديد، تدوير جديد، روح جديدة، شكل جديد، ده يطمنك بأمر الله تعالى. فالفكر من وجهة نظري أنا جديد، مدرب شجاع، إدى فرصة للجميع، بيحاول يشوف، ما بيكررش، ما بيسمعش، بيتابع كويس جدا، بيلف هنا وهنا وهنا، وأنا شفته بنفسي. أنا أعتقد إن الإدارة الجديدة الفنية هيبقى ليها دور في شكل منتخب جديد، في أداء جديد، في نتائج جديدة بأمر الله تعالى، وأعتقد إن الكل لازم يسنده بإذن الله تعالى. وهو أنا شايفه إن الحياة جديدة بالنسبة له، مدرب شجاع، مدرب يملك، مدرب عنده شخصية، مدرب إن شاء الله في الماتشات القوية نلاقيه بشكل أفضل وأحسن. والاختيارات بص حياتك، إدى فرصة الناس كانت بعيدة جدا، وهي كانت عن استحقاق لازم تبقى موجودة. فاحنا مطمئنين لمنتخب مصر، والقادم من وجهه نظري هيبقى افضل واحسن باذن الله تعالى. لاعبوا الاهلي الدوليين في الفتره دي انضمام مجموعه من نجومنا، شايف ادائهم ازاي مع المنتخب؟ وهل شايف ان في مجموعه اكثر عددا مؤهله للانضمام، في اسماء ثانيه من الاهلي مؤهلين للدخول بقوه في تشكيل المنتخب او في تجمعات المنتخب الاول في الفتره الجايه؟ هو الراجل طبعا ادى فرصه لصلاح محسن، وده فعلا مستقبل، يعني دي حاجه كويسه جدا. صلاح محسن كان يستحق من فتره كبيره يبقى موجود، على الاقل يبقى بديل كويس، وممكن تلاقيه في اي وقت، لانه في الثلث الامامي هداف وشاب وكويس وعنده شغل كويس جدا، لان المركز ده حضرتك قليل جدا عندنا في مصر. في لاعب النادي الاهلي طول عمره طبعا احنا في اوقات كنا بنلعب في الثمانينات ومن ال 11 تسعة في منتخب مصر، طول عمر النادي الاهلي ممتد، طول عمر النادي الاهلي نادي الوطنيه ونادي النادي 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 الانتماء فعلا، وطول عمره بيمد منتخبات. لاعب النادي الاهلي كتيره جدا اللي تستحق تبقى موجوده، مفيش كلام.
فاعتقد ان هو كتير جدا. لو كمان احمد فتحي سواء موجوده مش موجوده، احمد فتحي نجم كبير جدا لحد دلوقتي قادر، بس هي وجهات نظر بامر الله تعالى. ففي لعيبه كتير كانت تستحق تبقى موجوده وان شاء الله. لا وكمان في اجيال يعني، حتى طبعًا في حاله خروج او ابتعاد احمد فتحي سواء بشكل مؤقت او دي رؤيه دائمه للجهاز الفني المنتخب لا نعلم، وهو ممكن يدخل في سباق مع نفسه ويعود بقوه للمنافسه، وعارفين اراده احمد فتحي وقدراته وخبراته. لكن بتدخل اجيال جديده من الاهلي، محمد هاني النهارده موجود وفي حسابات المنتخب، ودي حاجه كمان تطمننا على مستقبل الاهلي. محمد هاني مستقبل النادي الاهلي ولاعيب كويس جدا مفيش كلام، وجوكر وان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله يوفقهم جميعا. طيب مجموعه اللاعبين الدوليين هنتكلم كمان من خلال حديثنا عن الجيل الاصغر من لاعبي الاهلي فرصهم في منتخب الشباب. اولا بنتمنى لك كل التوفيق لحضرتك في مهمتك كمدير فني لمنتخب الشباب مواليد 2001، واول تجمع قول لنا الرؤيه الخاصه بالمرحله اللي جايه لمنتخب الشباب. طبعا انا بتابع الدوري الجمهوري اللي فيه 18 نادي، انا في موسع الدائره رحت المنيا الاسبوع اللي فات، شفت 9 محافظات جمعتهم في المنيا، وفي في شهر 10 قبل المعسكر الثاني بمشيئه الله تعالى مجموعه بحري، ده مهم جدا. انا ما اقتصرش على ال 18 نادي بتوع الجمهوريه، وبرضه بعمل اتصالاتي بمدربين الدوري الممتاز عشان اشوف ممكن لعيب 2001 في الفريق الكبير ده يفعل. انا كنت يوم الجمعه موجود ماتش الحرس والاهلي، الامور برضو صعبه عشان تصنع لاعب دولي محتاج حاجات كتير جدا يا محمد، فتره انتقاء بعد الانتقاء البناء بعد البناء خش سلبيات ايجابيات ماتشات حاجات كتيره جدا فنيه مطلوبه في اللاعب نفسه. فالنادي الاهلي عنده فريق ممتاز 2001 في اكتر من لاعب الحمد لله، نادي انبي بتابع كويس جدا وبشوف. اول تجمع باذن الله تعالى عندي 25/9/4/10، انا فضلت ال 10 ايام، انا كنت عامل 9 تجمعات خلال الموسم 2018 2019 خليتهم 6 بس. بس اخد 10 ايام احسن من 3 ايام، 3 ايام مش هيعملوا لي حاجه، 10 ايام اقدر اشتغل مع الولد، لان انا داخل على قياسات وداخل على حاجات كتيره جدا وتغيير شخصيه قدامنا. واحنا بنسمع حضرتك كابتن ربيع على الشاشه تجمع منتخب 2001 النادي الاهلي، ده فريق الاهلي 2001 تدريبه، وحضرتك قلت بدات بيه، قلت طبعًا الاهلي وام بي، واضح انك مركز على مجموعه من الفرق اللي في المرحله دي شايفها هتكون هي القوام الاساسي للمنتخب، مع عناصر طبعا مميزه ممكن تختارها من اي نادي يعني. وانا حضرتك بنفسي والجهاز كله منتشرين عشان ندي نعدل وندي كل واحد حقه، واللعيب اللي يثبت وجوده لازم هو اللي موجود. فالامور طبعا صعبه جدا، لكن هنشتغل وبشتغل وبجتهد وبنشتغل وبنحاول، وربنا قدرنا كنا حسن ظني باذن الله. هنبتدي المعسكر الشهر ده باذن الله تعالى 10 ايام، وفي نفس الوقت يا رب يكون على حظ ظننا ده نعمل منتخب كبير، لان افريقيا اتغيرت دلوقتي. عايزين حضرتك بس تطمن الساده المشاهدين وجمهور النادي الاهلي، لان السن ده المرحله دي قريبه قوي من الفيرست تيم، وهي هتبقى وقود الفريق الاول اللي هيعتمد عليه في الفتره الجايه، دول 18 سنه دلوقتي. صحيح. فاحنا بنتكلم عن المجموعه دي الى اي مدى شايف فعلا مستواها بدنيا وفنيا قوي ومميز، ومنها عناصر ممكن تبقى داعمه بقوه للفريق الاول الفتره الجايه. مش كلام رقم واحد، لان هو حضرتك النادي الاهلي هو اللي خد البطوله السنه اللي فاتت ومرشح بقوه. اعتقد انه اقوى فريق حاليا في دوري الجمهوريه 2001 هو النادي الاهلي. انا مش عشان النادي، لا انا بقول بالنتائج بالارقام، اول ماتش كسب 3، ثاني ماتش 4، ثالث ماتش 2، رابع ماتش 4-0 في حرس الحدود، كلها بالنتائج. وانا شايف امهر لعيبه واقدر لعيبه وافضل لعيبه فنيا لحد الان الاهلي انبي بحياتك بالترتيب. مين بعد الاهلي وانبي؟ لان دول الاسمين اللي كررتهم يا كابتن. الامور صعبه. انا مش صعبه جميل. متشابهه يعني، شايف الاهلي وانبي عاملين فرق حاليا في المرحله. انا بتابع، شوف مفيش نادي في 18 نادي ما بتابعوش. حتى قلت الحرس بنفسي، انا اركز على الحرس الجمعه اللي فاتت، رحت اسكندريه في المكس قعدت اركز على الحرس، ماسك المقاولين، ماسك نادي كله، ولا ايه؟ الاهلي خلاص والانبي اعتقد ان دول على جنب خالص. طب هل لو جالك من اي معاون في الجهاز الفني المكلف من كابتن ربيع ياسين بانه يعمل عمليه الاستكشاف والكشف عن افضل العناصر، فعلا هتهتم انك تشوف اي لاعب يقال انه مميز ولازم طبعاً تشوف اداؤه في الملعب؟ طبعا انا بهتم بالكل، عنده فرص متساويه. حضرتك مثلا جالي النهارده واحد قال لي ان في لعيب في الفريق الكبير في كفر الزيات، هروح اتفرج عليه؟ ما ممكن بتاع كفر الزيات ده هو اللي بس في نقطه انا بجمع، وتلاقي حضرتك دايما الانديه بتاخد من التجمعات دي. انا جبت مدرسه الموهوبين وجبت من الصعيد وجبت من بحري وفي تجربه 93 و89 والانديه خدت مني. يعني انا بكتشف، ومهمتي ان انا لازم الجهاز انشر، لا اتصل بتاع البيراميد، اتصل بتاع، بتصل بالمدربين، طب في حد انا مش واخد بالي منه وبلاقي. كمان بتسمع اراء اقتراحات. طبعا الجهاز الفني بيتعب معايا وبيجتهد وبيروح وبيشتغل حاجات كتيره جدا. طيب دورك بقى مع لجنه الكوره ومجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني للفريق الاول، لو شفت ان في عناصر اثبتت كفاءتها بقوه في مشاركاتها معاك في المنتخب سواء في معسكرات او تدريبات او مباريات،
اعتقد ان هيبقى في اتصال مباشر من كابتن ربيع بالنادي عشان للفت نظرهم للاعب. مفيش كلام طبعا وحصل كتير جدا حصل. انا بس بنبه ممكن ده يبقى مع انديه كتيره جدا مش عشان اهلاوي، ممكن وسط الضغوط يبقى في لاعب بس ما حدش شافه وده حصل كما يستحق. حصل يعني. واسماء حصلت يعني، حصل في منتخب 89 90 كنت ماسكه محمد طلعت في بورسعيد، محمد طلعت رحت له كان بيلعب في الجمارك ورحت عشان اجيبه وخدته وجه وبتاع وراح اماراته ورجع والاهلي خده وكان هداف النادي الاهلي. وقص على كده حاجات كتيره جدا احمد رزق خد بالك عمر بسام حاجات كتيره جدا اسماء كتيره جدا. ليه؟ لان النادي الاهلي بيهتم وبيسعى وبيجتهد وبيشتغل وفي مجموعه دايما بتشتغل كله لصالح النادي الاهلي. فالامر سهل، مش امر عشان انا اهلي، لا الامر سهل، في شغل وفي اجتهاد وفي عمل وفي توظيف وفي فنيات وفي لعيبه وفي امتداد للفريق كبير. واي راي ومقترح من محبي النادي الاهلي من شخصيه من اصحاب الخبرات تحب النادي الاهلي محل ترحيب من النادي مش كلام. من مجلس الاداره ده نادينا احنا بصرف الناس موجودين مش موجودين ده نادينا كيان كبير بنتشرف ان احنا كنا في يوم من الايام بنمثله دلوقتي بنروح نشجعه بنقعد بندعي له بنحبه ده نادينا. هختتم بسؤال بعيد شويه عن كره القدم، رايك ايه في زميلنا الشاب الجميل اللي بنتوقع له كمان انا على المستوى الشخصي متفائل بيه جدا وان شاء الله يكون من افضل العناصر في الوسط الاعلامي الرياضي في مصر مستقبلا، ولو سماته ولو قبوله ولو شخصيته الجميله على الشاشه، عمر ربيع ياسين. شعورك وانطباعاتك عن عمر دلوقتي بعد ما تحول من مشواره كلاعب كره محترف الى اعلامي رياضي محترف. عمر انا بتمنى له التوفيق وربنا يوفقه دايما يا رب كده ان شاء الله. هو حضرتك عمر عنده ميزات كتيره جدا، ان هو بيثقف نفسه بيقرا كتير جدا بيشوف بيحب يجتهد بيعرض عليه حاجات كتير بتصل بيه بيقول لي طب ايه رايك بقى النهارده ايه الاخبار. فانا اتمنى له التوفيق واتمنى له الصحه والعافيه ان شاء الله تعالى، واتمنى ان هو دايما يشرف قناه النادي الاهلي ويكون سعيد جدا وهو سعيد اكيد ومع زملائه وربنا يوفقه ويسعده ان شاء الله تعالى. وتسعدنا دايما بوجودك في بيتك على شاشة قناة النادي الأهلي وأسعدتني بهذا الحوار يا كابتن ربيع بإجاباتك باستفاضة عن كل ما طرحناه من تساؤلات، ودايما دايما أبدا بنسعد بيك وستظل في ذاكرة وقلوب وعقول الأهلوية محبي النادي الأهلي بما قدمت من إنجازات مع زملائك ومع جيل من أفضل أجيال كرة القدم ولاعبي كرة القدم في مصر وفي النادي الأهلي نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي الكبير الكابتن ربيع ياسين. شكرا سبحانه. شكرا جدا. مشاهدينا ابقوا معنا، بشكر حضراتكم على متابعتنا نهاية هذا الحوار، ولكن بعد الفاصل فقراتنا مستمرة مع زملائي الأعزاء. بعد الفاصل زميلي العزيز الإعلامي شريف فؤاد وحوار تفصيلي عن كل ما تم إنجازه والتوصل إليه بشأن لائحة النظام الأساسي في النادي الأهلي، وفي استضافة مهمة اليوم للأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأيضا فقرات أخرى مع كل من أمير هشام ومتابعة وتقارير مصورة وكل ما ينقل لكم نبض الحياة وكواليس العمل داخل النادي الأهلي وتقارير في كل الاتجاهات من داخل النادي الأهلي وكل ما يهم عشاق ومحبي وجماهير النادي سواء بنتكلم عن أعضاء أو غير أعضاء، لكن الكل المنتمي لهذا الكيان ولهذه المنظومة وكل المهتم بأخبار النادي داخل وخارج مصر. وهتكون كمان مسك الختام لهذا الحوار ولهذه التغطية على مدار 3 ساعات مع زميلنا العزيز عمر ربيع ياسين ومتابعته المتميزة لكل الأخبار المهمة والمستجدات وكل المتغيرات في الملاعب العالمية وفي كرة القدم الأوروبية والدولية. بشكر حضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.